المحتوى او الكونتنت كرييتر هو الاساس لصناعه الاعلام في الفتره الحاليه. فكره الزخم في حجم المعلومات بيبقى بشكل غير عادي، يمكن حتى الترديشنال ميديا اللي احنا بنتكلم عليها او الاعلام التقليدي اللي بقى من غير ما ننتظر مرحله الجامعات يكون عندنا مناهج تعليميه اختياريه او حتى اجباريه، يا ريت بتبقى فيها الاسس بتاعه صناعه المحتوى، سواء ازاي انا انتج المحتوى ده او في حاله التعامل مع المحتوى ازاي يبقى عندي القدره ان انا احلل او انقد المحتوى ده واقدر اشوف هل المحتوى ده جيد او غير جيد. اما بالنسبه للمزايا بتاعته فهو طبعا المستقبل، لان الطبيعي ان يبقى في دايما اتاحه للجمهور العادي من التقديم والاستخدام لوسائل الاعلام، ما تبقاش الحكر فقط لمؤسسات معينه. ازاي نقدر ننمي ده؟ هرجع تاني لنفس صوره على مستوى الصوره على مستوى المونتاج، اما على مستوى الذكاء الصناعي اعتقد ان احنا لسه في البدايات في العالم العربي. في مصر في استخدام ادوات الذكاء الصناعي او استيعابها بشكل كبير، بنستخدمه بحدود شويه زي برامج زي تشات جي بي تي او برامج الاديتنج. اعتقد ان احنا ما زلنا في حاجه الى التعلم، وده شيء احنا محتاجينه جدا في التربيه الاعلاميه، منها مثلا الادوات اللي ممكن نستخدم فيها الاي اي او الذكاء الصناعي مثلا في معرفه الاخبار او المفبركه او المعلومات الغير دقيقه. واعتقد ان ده يحتاج مننا شغل كبير في المستقبل، بالاخص من خلال المؤسسات التعليميه ومؤتمرات زي المؤتمر بتاعنا، بيقوم بدور كبير. يمكن هو بقى دور بديل لمؤسسات كتيره، وده لو هنرجع ليه هنقول لانه بقى عامل جذب المحتوى اللي بيتقدم الى حد كبير، حتى ولو كان غير جيد. للاسف هو محتوى جاذب جدا سواء على مستوى المضمون او على مستوى الشخص قوم بيه، وبقت منها كثير من المؤثرين اللي احنا بنقول عليهم الانفلونسرز. ولكن ده هيعيدنا لنفس النقطه الهامه، انه بقى بيبذل او بقى بيقدم يمكن بنقول عليها set of ethics أو بيقدم منظومة معايير مختلفة وممكن تكون كمان بديلة للمدارس وللمؤسسات التعليمية وللبيت. أعتقد أن احنا هنحتاج في الفترة الجاية أن احنا نشتغل بشكل كبير، مش أن احنا نحارب المحتوى ده، لأن بالعكس المحتوى ده ممكن يكون وسيلة هامة جدا لنشر الثقافة بتاعتنا والوعي والتربية الإعلامية، ولكن يعتمد على طريقة توجيهه بطريقة جاذبة للشباب والأطفال. مصر تقريبا زمان كان الإعلامي بيروح يكتب الخبر وبيتحرر في الديسك، ثم يطلع وبائع الجرايد يقول اقرا الخبر، ثم تطور الامر ان احنا بنشوفه في طبعا في الاذاعات، ثم القنوات الاخبار. دلوقتي بقى كل واحد فينا معاه موبايل قادر على ان هو يصنع محتوى ويبث خبر ايا كان، مضلل زائف حقيقي، هو انعكاس لواقع او انعكاس لايديولوجيه معينه عنده. فبقينا في حاله من الفوضى المعلوماتيه، وبالتالي صناعه المحتوى بقى دلوقتي بقى ممكن لجميع الافراد الذين يمتلكون موبايل سمارت فون. مفيش حاجه في الدنيا ليها وان سايد، ليها جانب واحد، كل شيء ليه اتنين جانبين، في الجانب السيء والجانب السلبي والجانب الايجابي. فكرة ان احنا دلوقتي مسيطرين علينا، فكرة ان صناعة المحتوى بتتجه الى الجانب السيء اكتر، لان ده اللي ملقى عليه الضوء اكتر، ده الغالبية اللي نقول 80%، لكن في 20% من صناعة المحتوى هي بقت حلت محل الانسايكلوبيديا، دوائر المعارف، بقت حلت محل المحاضرات، بقت حلت يعني في صناع محتوى حضرتك لو عايز تشتري جهاز بتدخل بتشوف الريفيوز بتاعته، صانع محتوى جاد بيعمله، عايز حاجة concerning التاريخ بتتعلق بالتاريخ بتروح تقراها، ومن هنا بقى بيحدث انك بتاخد المعلومة من صانع المحتوى. فعلينا احنا دور ان احنا نعرف ناخد المعلومة من مين صانع المحتوى اللي انا اثق فيه، مش اي حد، ولكن هو دلوقتي انا اعتقد ان صناعة المحتوى خلت مفيش لاي بني ادم عندنا حجة الجهل، لان اصبحت المعرفة متاحة للجميع. رقابة هيكسروا القوانين، خلينا نقول ان الحل الوحيد هو ان انت تنمي الوعي، تخلي الشخص نفسه هو اللي يعرف ازاي يميز ما بين الغث والسمين. انت محتاج ان انت تعرف الحكاية دي، لكن انك تحط رقيب، لا، ده أول ما بتحط رقيب عندنا في بلاد العالم كله، إحنا بيلاك إن إحنا نكسر القوانين، بالعكس كل ما هو ممنوع مرغوب. أنت وانس أنت طلعت على الإنترنت وقلت فلانة دي عاملة فضيحة، حضرتك كل مصر بتروح تدور عليها، العالم كله بيروح يدور عشان يشوف إيه الفضيحة. وبالتالي الحل الوحيد هو زيادة الثقافة الإعلامية،
هو زيادة الوعي عند المواطن وعند الطالب وعند طالب الجامعة وطالب المدارس أنسوان، وده الغرض الأساسي اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. الموضوع موجود ومتاح بشكل شديد جدا، في بتدخل في دلوقتي على Artificial Intelligence، بتقدر تدخل تشوف هل المحتوى دوت يعني الذكاء الاصطناعي بيقدر يحكم لك هل المحتوى ده معلومة زائفة أو غير زائفة. في طرق بيعملوا فيها بيانات وستاتستكس تقدر تطلع فيها الموضوع ده أكاديميا، ولكن أنا لما بكون بتكلم على الليمن الطبقة العامة اللي هما لا يملكوا هذه الأدوات، هتكون الأدوات الحقيقية إن أنا أعلمه إزاي وأدربه إزاي يروح للجهات المختصة علشان يقرأ الخبر. يعني مثلا يطلع خبر فلان مات مثلا، توفى، الناس تبتدي تعمل شير من غير ما تدرك هي بتعمل ايه، لكن هو المفروض يعمل ايه؟ اول حاجه يروح لموقع يكون ثقه، محل ثقه، يشوف الكلام ده صحيح ولا لا قبل ما يبتدي يعمل عمليه الشير واللايك وما الى ذلك. العام ديفينتلي انا يعني هو حضرتك الانفلونسرز المؤثرين هم بيشكلوا الراي العام شئنا ام ابينا. كان زمان مين اللي بتشكل الرأي العام؟ كان النخبة. لما كتب الكتاب اللي هو كانت الفكرة بتاعته إيه؟ إن الناس فقط الصحفيين والأساتذة والأب والأم اللي بيسموهم السيمبوليك إليت هم اللي لهم القدرة على التأثير على الرأي العام. دلوقتي الموضوع اختلف، ما بقاش فيه صامتين. يعني لما كتب كتاب الشهير عن الكلام اللي بيتكتب على الاوتوبيسات والجرافيتي اللي بيتكتب ده، هو قال لك ايه؟ قال لك ده خطاب كل الناس بتقراه، وهو هنا كسر حاجز الصمت. هو للاسف احنا ما بقاش عندنا صمت، فبالتالي كل الناس بتتكلم، واي حد انا ممكن اعمل لحضرتك دلوقتي محتوى اقول ان المؤتمر ده بيقول حاجات تانية خالص وتاكد انه هيلقى صدى زيه زي الحقيقه بالظبط. يبقى ارجع تاني اقول هي الوعي، لا نملك الا ان احنا نزيد من الوعي ونطلع بقى بادوارنا الحقيقيه. المدرسه لازم الموضوع يبتدي منها، اهم حاجه الاسره والمدرسه. بالتالي انا مضطره ان انا اغير من الطرق واستراتيجيات اللي انا بستخدمها، ليس بالشجب، ليس بالادانه، ولكن بالوعي، وان انا اسمع واشوف ويبقى عندي سنتر كبير بيعمل تحليل. ده دور الجامعه بقى في الحاله دي. هم بشكل اساسي بيصيغوا المسجز والرسائل اللي بتوجه للجمهور، فبالتالي اي نوع من انواع الرسائل اللي بتتحط من خلال المسجز دي اللي بتنشر من خلال وسائل الاعلام هي بتاثر بشكل مباشر، وطبعا بتاثر بشكل غير مباشر. الاعلام بيسات الترندز المختلفه اللي الناس بتتكلم عنها، بيسات ايه المحتوى اللي هم بيتابعوه وايه المحتوى اللي مش هيتابعوه، ايه المعلومات اللي هيعرفوها المعلومات اللي مش هيعرفوها، وبالتالي طبعا بشكل تراكمي بيبدا ياثر على الثقافه نفسها، وبيبقى ده اللي بيبقى اكسبتبل، هو المقبول جوه المجتمع اللي الاعلام بيعرضه، وبرده الاعلام بيرفضه هو ده اللي بيبقى مرفوض من المجتمع. بيكون ثقافه الناس زي ما قلت قبل كده، وبيعرفهم المفروض يبقوا عارفين ايه، المفروض بيتصرفوا ازاي، بيكون الذوق العام، كل الحاجات اللي زي كده. اظن الرقابه في ظل وضع الاعلام الجديد حاليا صعبه شويه، لانه حتى لو في رقابه على الوسائل الرسميه فاحنا عندنا وسائل اعلام كتير قوي اللي هو السوشيال ميديا كلها بانواعها مش عليها رقابه، ومش هيمكن ان احنا نقنن ايه الحاجات اللي بتتحط عليها. فالاهم التركيز على فكره نشر الوعي بحيث الناس نفسها تبقى هي الرقيب على الوسائل دي، هي نفسها اللي تقدر تحدد ايه الكونتنت اللي هم هيتابعوه ايه الكونتنت اللي مش هيتابعوه ويرفضوا الرسائل. فبالتالي واحده واحده حتى وسائل الاعلام اللي مش عليها رقابه هي بنفسها تلاقي انه مفيش اقبال على المحتوى بتاعها، وتبدا تغير من نفسها وتغير المسجز اللي هي بتبعتها. الاعلام بيعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا المتوفره ليه، فمع ظهور السوشيال ميديا فطبعا المعلومات انتشرت اكتر، وبقى في انتشار لكل حاجه بشكل كبير قوي، وفي اوفرلود بتاع انفورميشن موجود. وكمان مع تطور الوسائل اكتر بقى من بعد السوشيال ميديا بقى عندنا الحاجات التفاعليه اكتر، عندنا كمان داخل معانا حاليا الاي اي والفيرتشوال رياليتي، فبقى بيخلي الناس اميرست اكتر في التجربه الاعلاميه اللي هي فيها. فطبعا كل ده بيأثر على الاعلام، وبالتالي بيخلي الرسائل بتاعتهم كمان اقوى وبتأثر على الناس بشكل اكبر. يعني اظن طالما احنا مش بنتكلم على حاجه رسميه، هو الموضوع بياخد شكل انه كل واحد
وضميره الاخلاقي نفسه هو اللي بيبقى رقيب عليه. في ناس فعلا بتحاول انها تلتزم بضوابط اخلاقيه معينه وهي بتنشر، ولكن على الناحيه الثانيه بنلاقي ان كتير بيعتمد على فكره ان هو انا هنشر عنوان يخلي بس الناس تدخل، بغض النظر هل بقى المعلومات اللي جواه حقيقيه، بغض النظر هل العنوان ده بيرفلكت المحتوى ده فعليا، اللي هو جاست كليك بيت عشان اوصل للماركت بتاعي واحقق مشاهدات، بغض النظر عن ايه التاثير اللي انا بعمله على المجتمع. متقسم ادوار مختلفه، فبالنسبه لدور الوسائل الحكوميه او صناع القرار هم ان هم يبقوا بيقدموا دعم لفكره ان احنا نوعي الناس اكتر، بيبقى في تشريعات معينه بتحط فكره انه الحاجات اللي هي بتاثر على المجتمع بشكل سلبي مثلا يبقى في تقليل منها. بالنسبه لصناع المحتوى نفسهم فدورهم ان هم يعني يبقى في اهميه للقيمه المعروضه مش بس كم الحاجات المعروضه. بالنسبه لدور الجمهور فان هو يبدا يعمل عمليه فلتره للحاجات اللي هو بيتعرض لها، فيقبل المحتوى اللي هو بيضيف له ويرفض المحتوى اللي هو بيقلل منه. من الصغر من المدارس ان كل القائمين على التعليم يراعوا دوت، علشان دلوقتي الموضوع ما بقاش يعني مجرد المحتوى الاعلامي الذي يقدم او صناعه المحتوى بتشتمل على جزء جذاب بيجذب الجمهور. الجزء الجذاب دوت ممكن يبقى يحتوي على حقائق مزيفة، فبالتالي لازم نوعي الشباب او الاطفال من صغرهم ان هم ازاي يتعاملوا مع المحتوى بشكل مسؤول بشكل واعي، يمكنهم من التفريق ما بين الحقائق وما بين الاخبار المزيفة.